والله لرأيي لا عنا دشرة فريما نحن زمن يالتنا نعرفوا عن مبالي تودا ما تلا زمنها زمن في تقدم في حضارة يالتنا نعود نعرفوا عنا نحن لحقنا نحن الشعب الروسنا نوفام من التمدن لبيس دواس مودرنيزي يالتنا نعود نتقدموا ونتقدموا نحن ما نسقلوا الدشرة من مبالي ما يقد حد يحملوا سيترو لا بوليسيون وكل شيء نمرضوا لا الأمراض هاي الدولة عاد مسخة ملانة من مباليت ملانة من كل شيء والشعب هو يلت يقوم نحن ما يلت نحن الدولة سي تري غراف ذي الخالق النظر والله الحملة زينة ما شاء الله زينة ومعدلة زينة ويلا الشعب كامل يوقف معاها ويعودوا كاملين ينظفوا مناطق موريتان وشوارعها وأراضيها اللي هي فيها ينظفوها وتعود نظيفة ويعود بلد عندها بلد خاص بها المباليت تندار فيه مباليت وتندار فيه الوساخة والاماكن الثانيه تعود نظيفه والاماكن العامه ما يلا قاعد تعود موسخه ولا يعود ينزرق فيها شيء ويعود هذا الشعب كامل قايم به. وانا رايهم يشتغلوا النظافه متبارك معها تعدل يا اخي انظار مستمرين يعودوا الحكومه اول الناس الوسخ ينقلع في النهار ويردوه الناس في الليل. يلا الحكومه تقلع الوسخ طاح مدة تم تقارجيه وتطاح مدة تقارجي يعود باريت روايه بلاصه اليوم يلا نطلع حد عنده قرض لا يعود مات لي يرجع لي فيها نفس مباراه همات، ناس مو اللي تتعامل في النظافه، واحد يقبل طعام يصب عليه مباريت ويصب عليه كل شيء، لا اللي يبقى يصب عليه يصب عليه، واذا ما وصل يلا مدى تعاون مدى تعاون الحكومه تعاون مدى كان قد شتغل، الحكومه ما قد شتغل وحدها، يلا تعاونها مدى، ذاك وصل ما يمعاون شيء عندنا الخالق، شيء عندنا الخالق، قدرونات مرد مصب عليهم ولا يعدلوا عليهم مصب عليهم يتقعروا ياخذ الفر، واذا ما وصل ظاهر لان المواطن يالته يهتم ويقوم بدوره يتم يحافظ على مثلا اللي حصل من القمامه يحافظ على جانبه منه وتجمع في اماكن محدده وتعود عندها هيئه مثلا مختصه بها شارفه عليها تحملها غير تعود هناك نقاط معروفه يرمي فيها المواطن الاوساخ تعود هناك نقاط وهي الحمله العدل الجيش حملة مهمة الغاية مهمة حتى ذي الحملة دائما تشوفوها وزينة حتى يبغى نقول واي واحد نتكلم عن الشيء ذوك الجماعي بل المواطن كامل كل موريتاني يلعب عنده عقلية واحدة شنو هي؟ فات ما ترى صادين عليه نقولوا ليه نعود مواطن وليه تظهر عليا ليه نقوم نشتغل ولا تتقاعد ثانية ليه نبدل الطاقة السلبية بوحدة إيجابية وليه نشتغل للمستقبل بصفة أساسية يعود شعارنا نحن كاملين نقوم نشتغلوا موريتاني جديدة ونعرف عن حب الوطن من الليمان ونعسوا من المباليت ونعسوا ياسم الشوخر وهاي الحملة اللي دارك عدلوها والله إلا زينة وأنا مأيدها حتى ونختار البلد يعود نظيف ونختار الشعب يعود نظيف ويعود مثقف ويعرف المباليت منين تنزرق ولا حول إن شاء الله راجم مولانا إنه ربنا يوفقنا إن شاء الله ويوفق الحكومة على اللي تعدلوا قميص المجتمع الموريتاني غالب عنده التكافك عند السوق الجديد الناس اللي كيف انه كيف انه عدل اللي هو قدامه الاوساخ كارثه ما قطقع خلقت وبالتالي يلا الناس تفهم وعدهم دروس توعيه خاصه من خلال الرؤيه لان الرؤيه عاد وسيله اعلام الناس كامله تخرصها، الناس كامله مهتمه بها، يلا من خلال الرؤيه على يركز الاعلام ويركز تحسيس توعيه الناس وتقرير عقلياته ياكنا قد سيطر على اللي قال له القمامه لان ظاهر وخاصه احنا امام الخريف وموسم امطار وبالتالي تسبب اكثر اللي ما تسببوا في الموسم الاخرى المواسم الاخرى على الصح زينه عندي حتى ولاول مره نعجب بها وزينه عندي حتى الطريقه الحمله اللي قام بها هي ازين حمله قط قام بها في تاريخ موريتانيا وانا زينه عندي حتى ومشجعها حتى وانا كشاب زينه عندي ونختار الناس تعاون معاهم قدام ديارها ونقرها وتستقل معاهم الدشره ياك تعرف تحافظ على نظافتها نظافتهم من الايمان.